السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مزرعتي. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن مشروع تربية الدجاج، خاصة وأن أسعار البيض البلدي أغلى من أسعار البيض العادي. ولكن قبل البدء أدعوك إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى دعمنا بإعجاب. المشروع بكل بساطة هو مشروع تربية الدجاج البياض في ظل الغلاء الفاحش لأسعار البيض. أصبح مشروع تربية الدجاج البياض من المشاريع الناجحة بامتياز. أول شيء تحتاجه في هذا المشروع هو العنبر، وهو بيت الذي يسكن فيه الدجاج، حيث يكون العنبر أو بيت الدجاج يحتوي على نوافذ لدخول الهواء النقي، وكذلك فتحات كافية لدخول أشعة الشمس. توفر المرعى كذلك من العناصر الأساسية لنجاح المشروع، فكما تعرف فإن الدجاج الذي يرعى يباع بيضه بثمن أغلى من البيض العادي. لكن لتبدأ هذا المشروع، هل سوف تشتري كتاكيت في عمر يوم واحد أم تشتري دجاجات جاهزة لوضع البيض؟ حسب الخبرة التي أمتلكها في تربية الدجاج، فأنا أنصحك بشراء دجاجات في عمر 4 أشهر إلى 6 أشهر، وذلك لتتجنب عناء الاعتناء بالصغار ونفوق الكتاكيت. فكما تعلم، فإذا اشتريت كتاكيت أو فراخ صغار فإنه يتوجب عليك الإنفاق الكثير من المال لإطعامهم حتى يصيروا كبارا، وبالتالي يتوجب أن يكون رأس مالك كبير. ما هو العامل الذي يجعل من هذا المشروع مشروع ناجح بامتياز؟ هذا المشروع قابل للتمديد والتكبير. كيف ذلك؟ يمكنك شراء فقاسة وتقوم بإخراج الكتاكيت في البيت ثم تبيعها. وكما تعلم فإن البيض البلدي أو البيض الذي دجاجه يرعى يباع بثمن أغلى من البيض العادي، ويباع من المنتج إلى المستهلك مباشرة. وإذا عزمت في بدء هذا المشروع، أنصحك بجمع المعلومات الكافية ودراسة المشروع ودراسة السوق قبل البدء. كما يمكنك طلب المشورة من أصحاب الاختصاص أو مشاهدة فيديوهات على اليوتيوب وعلى الانترنت. إلى هنا إخواني نأتي إلى نهاية الحلقة، أرجو أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. ولمزيد من المعلومات حول المشاريع الناجحة، أدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى دعمنا بإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه.